بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الدارسين والدارسات، أهلا بكم مجددا في هذا اللقاء 11 من سلسلة لقاءاتنا حول مقرر الأدب العباسي دراسة ونصوص. وكنا قد انتهينا في لقاءات سابقة إلى مرحلة تعرفنا على أعلام الشعر في العصر العباسي، ونصل اليوم إلى عالم من أعلام العصر العباسي إن لم يكن هو أهمهم على الإطلاق، إنه أبو الطيب المتنبي، هذا العبقري الذي ولد سنة 303 هجرية وتوفي سنة 354 هجرية. لم يعش طويلا، ولكنه ملأ الدنيا وشغل الناس وأثر في مسيرة الشعر العربي منذ كان وحتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. ونحب أن نعرض في البداية للبيئة الحياتية التي نشأ فيها أبو الطيب المتنبي. معلوم كما هو معروض أمامكم الآن أنه ولد في مدينة الكوفة، وكان أبوه سقاء، والمرجح أن أمه ماتت وهو طفل فتولت جدته تربيته. الكوفة التي نشأ فيها المتنبي موطن مهم من مواطن الحضارة العباسية، وقد علمنا أنها كانت تعد من أهم مراكز الثقافة سيما في بدايات الدولة العباسية. في هذه البيئة النشيطة ثقافيا عاش المتنبي فترة طفولته وصباه، وأرشده ذكاؤه وألجأته نباهته إلى الإفادة من معطيات الحياة في هذه المدينة التي عاش فيها، واستمرت مسيرة حياته حتى أصبحت أهم شخصية اتصل بها أبو الطيب المتنبي هي شخصية سيف الدولة الحمداني. كان مجلس سيف الدولة يجمع عددا كبيرا من الأدباء والشعراء، حتى قيل إنه لم يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر ونجوم الدهر. وهذه كانت رافدة أخرى من الروافد التي ألهمت المتنبي وحركت مسيرة إبداعه نحو مزيد من التألق والتميز، سيما إذا علمنا أنه كان الشاعر المقدم لمعظم فترات الوقت لدى سيف الدولة، وما زال عنده مقدما حتى كان بينهما ما كان. فوجه المتنبي لسيف الدولة عتابا وغادره إلى مصر، وهناك اتصل بكافور فاستمر مديحه لهذا الرجل مرة أخرى، وسرعان ما وقع بينه وبين كافور ما وقع بينه وبين سيف الدولة، فغادر إلى شيراز. وإذا ما وصلنا إلى الحديث عن ديوان شعر المتنبي، وجدنا أن الأغراض التي دار حولها هذا الشعر إنما هي أغراض الشعر التقليدية الموروثة عن العرب، المدح والرثاء والهجاء والفخر، وإن جاء بعد ذلك في المرتبة الغزل والوصف. أما الحكم
فقد كانت مبثوثة في معظم قصائد المتنبي، وهناك من الباحثين من اهتم بها ونشرها وتحدث عنها نازعا إياها من سياقاتها، وهي صالحة في كثير من الأحوال لأن تنتزع من سياق القصائد التي وردت فيها بكل تأكيد، لكنها في إطار سياقها تبدو أفضل مما هي عليه بعدما انتزعت. أهم غرض شعري في ديوان المتنبي هو المديح، لا لكثرة القصائد التي وردت فيه فحسب، ولكن لأنه الغرض الأبرز الذي عبر فيه المتنبي عن شخصيته وأبان عن قدرته وعبقريته في تناول اللغة العربية إبداعا. فالمتنبي قال أكثر شعره وهو يتقلب بين الأمل والألم، وقد غلب عليه الانفعال، بل كان لا يتأتى له الإبداع إلا حين يثب به أمل واسع أو يضطرم في صدره غيظ صاخب، فلا نراه إلا وقد شغف بالمجد وطمح إلى السيادة. وهذه كانت أهم نقطة في شعر المتنبي، فقد كان يرى نفسه بشعره وبقدرته على الإبداع فوق البشر جميعا، وكل شيء هين لديه محتقر في همته، ينام ملء جفونه عن شعره، ثم هو بعد ذلك لا يأبه إن كان الناس قد تحدثوا في أمره بسوء، لأنه يعلم أن كل قادم بعد عصره سوف يكون مشغولا بالمتنبي. المتنبي طماح إلى المجد، وهو مسير لشعره في هذه الوجهة، وفي سبيله إلى المجد كان شاعرا بنفسه إلى أقصى درجة، كان واضحا في طلب العظمة حريصا على إتيانها من كل طريق، وهو في ذلك يتلمس فضائل الأخلاق ويبتعد عن سوقها، وأبان في كل ذلك عن نفس مشتعلة شغوفة بهذا المجد الذي يطمح إليه. جاء ما قاله في بلاط سيف الدولة، وهو الذي نسميه بالسيفيات، بعد أن ذاق من الدهر حلوه ومره، وخبر الناس، وصبر أغوار نفسه والأشخاص والأحداث جميعا. نلمس في سيفياته الإحساس بالثقة المفعمة، ونلمس في شعره في هذه الفترة أيضا نفسا مضطربة تزخر أي تمتلئ بالصراع الشديد، ينطق تارة بفخر نابض، وتارة بشعر هو أصفى شعر غنائي يمكن أن تقرأه، بل أحيانا يبدو في كثير من أبياته، يبدو شعره في هذه الأبيات أروع من الشعر الملحمي. أما الحكمة فهي وقود دائم مشتعل يجر الذهن والمشاعر بكل طريق إلى المتنبي. يقول معبرا عن فخره بنفسه وبأدبه وإحساسه بشخصيته وتفاعله الذاتي مع عبقريته: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذه فكرة عامة وخصائص أعرضها بسرعة لما كان من حال شعره في كنف سيف الدولة. أما شعره الذي قاله في مصر فقد قال معظمه في حضرة كافور الإخشيدي، وهي من الروائع أيضا. كافورياته أي التي قالها في حضرة كافور
من روائعه لأنها تعكس من نفسه ألما، وهي تعد عصارة نفس فاشلة كانت تطمح إلى المجد، لكنها في هذه اللحظات تشعر بمزيد من الانكسار، وتشعر بأن الدنيا ويشعرنا معها بأن الدنيا كلها كانت تقف في طريقه. في هذه الكافوريات أبان المتنبي عن نفس غاضبة نالت بغضبها من الممدوح، ونالت بغضبها أيضا من البلد التي ورد إليها المتنبي، ونالت بغضبها من الناس الذين عاشوا في كنف هذا الرجل المسمى بكافور. إن قصائده في كافور طفحت إنسانية صادرة من أعماق قلبه الجريح ونفسه الحزينة. في مصر تعلم المتنبي الحزن، أو بالأحرى علمته مصر كيف يعبر عن حزنه الطويل العميق، وكيف يبدو في شعره متأملا، حتى إنه استطاع أن يرقى به في بعض قصائد كافورياته إلى مرتبة التفلسف. في مصر تعلم الهجاء اللاذع المحض، أو أبان عن قدرة في هذا الباب، أبان عن قدرة عن هذا الهجاء اللاذع المحض الذي يبقي على ألمه ولا يخلو في الوقت نفسه من نفع وموعظة. من أقواله: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمه. من أقواله أيضا في تلك الفترة: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وكأنه في هذا البيت يقدم عصارة تجربته وخلاصة رحلته في الحياة، تلك التي بان في معظمها طلابا للمجد، حريصا على الوصول إليه بكل طريق، لكن الزمن والأحداث والأشخاص وطبائع الناس فيما يرى المتنبي كانت عوائق كافية لكي تحول دون الوصول إلى ما يريد. وهكذا يقدم هذه الصورة. وبعد أن غادر مصر قدم أشعارا فيها خفقة قلب بانت خيبة أمله في الحياة، وهو فيها أشبه بانتفاضة السراج قبل أن ينطفئ، كما نراه في هذه المرحلة المتأخرة يجنح إلى تأمل الطبيعة فيقدم لها وصفا غير مألوف، مثل ذلك وصفه لشعب بوان، ومنها قوله: وألقى الشرق منها في ثيابي دنانيرا تفر من البناني، إلى آخر ما قال. المديح هو القسم الأكبر من ديوان المتنبي، فقد أكثر منه، وبه طرق أبواب القصور طمعا في النوال. والمال عند المتنبي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو قسيم المجد الذي يحقق به ذاته في الحياة. وعند ذلك يقول: فلا مجد في الدنيا لمن قل ماله، ولا مال في الدنيا لمن قل مجده. توجه المتنبي بمدحياته إلى نحو من 50 شخصا، أكثرهم من ذوي الرتب العالية، أبرزهم على الإطلاق كما ذكرنا سيف الدولة أمير حلب. ثم في هذه المدينة مدح بدر بن عمار القائد العربي، وكان بقربه من الشاعر يبعث فيه نواجذ الإبداع مرة أخرى. وهو في مديحه لكل هؤلاء الناس يبرز الكرم والشجاعة ورجاحة العقل وسعة الإدراك وقوة الحزم وحسن التدبير وشدة الفتك بالأعداء، إضافة إلى إبراز شخصيته على نحو ما أراد المتنبي لشخصه أن يكون بارزا. وتلك هي أهم المعاني الجزئية
التي وردت في هذا الغرض العام، غرض المديح، في هذا الغرض نلحظ نزعتين قد غلبتا، نزعة إلى القوة وأخرى إلى المال. في بعض مدائحه أيضا تجد بعض الألفاظ المبتذلة والتعابير المعقدة والقائمة على المبالغة، لا سيما في وصف القوة. لكنك مع ذلك أيضا لا تملك إلا أن تبدي إعجابا بتصوير المتنبي الرائع بكل ما صور، لا بد أن تبدي إعجابا بعلو نفسه وشدة بعلو نفسه وشدة جرسه الموسيقي. وهذا مما جعل القصيدة عند المتنبي قصيدة سامية تحلق في جو رفيع قوي التأثير. في ذلك يقول مثلا، يقول: وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، ضممت جناحيهم على القلب ضمطا، تموت الخوافي تحتها والقوادم. كان المتنبي في مثل هذا الشعر وغيره يعمد إلى المعاني والأساليب القديمة، يسكب عليها من شخصيته وعبقريته روحا وحياة ودفئا، بعد أن صارت في عهده باهتة لا حياة فيها، وذلك منحا واضح في مناحي عبقرية المتنبي الشعرية، أنه جمع أو استطاع أن يجمع في ذكاء شديد بين عبقرية اللغة وصفاء الصورة. حفل شعر المتنبي بالمعلومات التاريخية خصوصا في مدحياته، فقد كان أعظم من تغنى بحروب العرب ضد الروم، وكان شاهد عيان سجل كل موقعة في قصيدة أو أكثر، وأشاد في شعره بمهارة سيف الدولة ودرايته الحربية وسرعة انقضاض جيوشه، غير غافل عن تصوير هزائم أعدائه تصويرا بارعا. في ذلك يقدم هذه الصورة مثلا: أتوك، أي الأعداء، أتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم. المتنبي لم يجعل قصيدة المديح خالصة للممدوح، وإنما كان يقدم فيها من عصارة نفسه ما يريد. في قصيدة المدح أبان المتنبي عن شخصيته، وإبانته عن شخصيته هذه هي ما رفدت بعض خطوط القصيدة ومعانيها ببعض المعاني من العتاب. من أشهر ما قال مازجا العتاب بالمديح، وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. في ذلك يقول معاتبا وواضعا العتاب في سياق المديح: يا أعدل الناس، يخاطب سيف الدولة، يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. في عتابه لا يبدو متذللا ولا منكسرا، وكيف يبدو كذلك وهو الذي يحرص على ذاته وشخصه، يحرص على الإبانة عن طموحه نحو المجد، بل إنه في إطار المدح لا يتحرج من أن يفخر بمزاياه في جرأة شديدة. الهجائيات في ديوان المتنبي قليلة، لكنها عنده صاخبة قوية قاسية، لأنها جاءت في معظم الأحيان انتقاما لكرامته واشمئزازا من الدناءة واحتقار اللؤم واستصغار الناس. لم يكن لديه ولع خاص بالهجاء، لأنه لا يناسب شخصيته، ولا وقت عنده يصرفه في الانشغال بالأعداء والساخرين منه. لم يكن ميالا إلى الهجاء بطبعه، كان مشغولا بالعظمة يسعى وراءها، يطرح خلفه السفاسف وصغائر الأمور، لكن هجائياته
لكن هجائياته لكافور ليس لها مثيل، فقد امتلأت ثورة واضطراما، لأن كافور لم يكن صادقا في وعده إياه، ومن ثم وجه إليه في شعره طعنات جارحة كان ساخطا عليه بقوة واندفاع شديدين، نفث في كافورياته الهجائية كل حقده على الرجل، وكأنه نجح في إسقاطه إلى الأبد. وهو الذي قال في كافور: ما يقبض الموت نفسا من نفوسهم إلا وفي يده من نتنها عود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد، ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن يسيء بي فيه كلب وهو محمود، إلى آخر ما قال في باب الهجاء لكافور. وأنت تلاحظ عزيز الدارس أن هجاءه هذا إضافة إلى الثورة المتأججة التي أشرنا إليها فيه سخرية فعالة، وقد كان المتنبي واحدا من أربابها المتمكنين من فنها في الأدب العربي، يستمد سخريته من نظرات ثاقبة حادة ومن نفس امتلأت حقدا على كل من وقف في طريقه وهو يسعى إلى المجد. في سخريته هذه منطلق من كبرياء وإحساس مفعم بالذات، يتجلى تهكمه حتى في ألفاظه، حتى عندما قال يهجو كافورا: وتعجبني رجلاك في النعل، إنني رأيتك ذا نعل إذا كنت حافية، فإن كنت لا خيرا أفدت، فإنني أفدت بلحظي مشفريك الملاهية، إلى آخر ما قال. يأتي بعد ذلك في المرتبة من حيث الأغراض التي دار حولها شعر المتنبي غرض الفخر مبثوث في قصائده جميعها تقريبا، لأنه غرض يناسب نفسه، وهو عدته في طلبه ما يريد. ولا عجب، فهو لا يرى في الوجود سوى نفسه، فكم تغنى بشاعريته ذاكرا مقدرته في الإبداع وانقياد القوافل. وقد ذكرنا شعرا له يعبر عن هذه المعاني منذ قليل، ومنه أيضا قوله: وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. إنه يعد نفسه في مرتبة الملوك، يسعى ليسود نفسه فوق جميع البشر. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. في فخره بدا المتنبي صريحا جريئا، ملأ فخره كبرياء وجموحا، وغالى حتى وصل في مغالاته إلى حد الإفراط. أي محل أرتقي؟ هكذا يضع المتنبي نفسه. أي محل أرتقي؟ أي عظيم أتقي؟ وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. إنه يضع نفسه فوق كل محل، ويرى نفسه أعظم من كل إنسان، بل إنه يرى نفسه أعظم من البشرية التي خلقها الله جميعها. في فخر المتنبي أنفة وترفع عن الدنايا، وفيه عرض لصفات الرجولة كما يراها المتنبي. فيه روح شعرية مندفعة ونابضة جعلت المتنبي نسيج وحده في الإبداع. لم يكن المتنبي فيلسوفا كما نعرف من معنى الفلسفة عمقا ورؤية وتبصرا، وليست للمتنبي
آراء شاملة في أصل العالم أو الحياة أو الأخلاق. لم يكن المتنبي متكلما، ولم يكن فيما نعلم صاحب مذهب متشيع له يدافع عنه في شعره، وإنما هي خبرات الحياة، إنما هي رؤيته للأحياء منثورة هنا وهناك، لكن الحكمة واضحة تجري على لسانه، تعكس تجاربه في الحياة. الحياة في نظر المتنبي مسرح كبير يتنازع فيه الجميع البقاء، بل هي في لحظة من لحظات شعره ساحة حرب وميدان جهاد، والموت لا يستثير منه جزعا، لأنه محتوم مقدر لا فرار منه. يقول: نحن بنو الموتى، فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه. تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هن من كسبه، فهذه الأرواح من جوه، وهذه الأجسام من تربه. إن المتنبي كثيرا ما شكى الزمان وعاتب أهله، إنهم من وجهة نظره لا يستحقون عنده غير الصغار والهوان، فهم فيما يرى المتنبي مجردون من كل خلق رفيع. إنه يذم إلى الزمان أهله: أذم إلى هذا الزمان أهيله، فأعلمهم فدم وأحزمهم وغدو، إلى آخر ما قال. كان المتنبي عاقلا، كان فعال العقل، وهو يقدس ويكرم كل صاحب قدرة عقلية، ولذلك كان يدعو إلى أن يكون صاحب العقل عالي الهمة، وينصحه قائلا: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. والقوة عنده أصل الأخلاق والفضائل ومحور المحامد والمناقب، وعلى القوة تشاد كما يرى المتنبي.
بعد إخفاقه لدى كافور: سادات كل أناس من نفوسهم، وسادة المسلمين الأعبد القزم، والإحاطة بأسرار المتنبي نفسا وفنا. دونها تأمل طويل وجدال غير منته. لقد استطاع بعبقرية فذة أن يشيد للشعر دولة في عصر موصوم بالتنابز والجمود على مستويي السياسة والأدب. بذل المتنبي للشعر مخلصا طموحا هائلا من نفسه، ارتقى به ذروة الكلام العربي. في شعره نفس من روحه المتوثب جلالا وتجددا، وفي شعره من عقله حيوية من فكت تنبض مناهضة كل أسباب الجمود في وعينا العربي بعد أن ضحكت من جهلنا الأمم. وكان أن ألبسه الشعر وفاء لإخلاصه واعترافا بفضله برد الخلود. نصل الآن عزيزي الدارس إلى علم جديد، وهو العلم الأخير الذي معنا، وما أحرانا أن نتوقف عنده ونتحدث عن أدبه. إنه أبو العلاء المعري، هذا الذي ولد سنة 363 هجرية وتوفي سنة 449 هجرية، أي أنه كان مشغلة الناس في القرن الخامس الهجري. ولد في معرة النعمان من أسرة عريقة في القدم، جاب طالبا للعلم كل مراكز الثقافة الأصلية والفرعية في عصر الدويلات آنذاك. في نشأته تعلم الفلسفة والعلوم الدينية، وانتهى به المطاف صوب بغداد، وقد كانت أهم مركز ثقافي في تلك الفترة. تعرض أبو العلاء وهو في الثالثة لمرض الجدري فأفقده نعمة البصر، لكنه عوض عن ذلك بذهن حاد متقد الذكاء. مال أبو العلاء في حياته إلى الزهد ولزوم البيت، وسمى نفسه رهين المحبسين أي الدار والعينين. نظم لزوم ما لا يلزم، أو هو الديوان المعروف بيننا باللزوميات، ونظم كذلك رسالة الغفران، ووضع كتبا أخرى، وقد ملأت شهرته البلاد فهرع إليه طلاب العلم من كل واد. كان أبو العلاء نحيف الجسم ضعيفا مشوه الوجه بآثار الجدري والعمى، غير أن هذا الجسم كان يحوي بين جنبيه نفسا كبيرة. قال عنه التبريزي: ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم يعرفها المعري. كان ملما بالأديان، جمع إلى توقد الذهن قوة الحافظة، وكان يقول عن نفسه: ما سمعت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا إلا ونسيته. يضاف إلى ما سبق في شخصية أبي العلاء رقة قلب وفوران شعور وسرعة انفعال وشدة حياء وحرص على سمعته الذاتية، مع خبرة بمواقع النقص من البشر، حتى إنه عرض لهذه النواقص بطريقة ساخرة في اللزوميات. حببت إليه العزلة، لكنه أيضا في عزلته كان عصبي المزاج، كان متقلبا فكريا كثير الشكوك، ميالا إلى التشاؤم والانفراد، وكان طعامه العدس والتين، لا يمد يده إلى أصناف اللحوم، ولا يستبيح الخمر بل يحذر منها. كان مواظبا على الصلاة كثير الحض عليها. في ديوانه الأول سقط الزند، وهو ديوان يحتوي على أكثر من 3000 بيت، وهو أقرب إلى الدواوين التقليدية التي عرفناها في مسيرة ورحلة الشعر العربي. نظمه أبو العلاء في صباه
وشبابه، وسماه كذلك إشارة إلى أولية الإبداع وبكارة التجربة في ديوانه مدح وفخر ورثاء ووصف ونسيب، يخلو ديوانه تماما من الهجاء والمجون والعبث والصيد والخمر. وربما فيما قدمنا من عرض شخصيته والبيئة التي عاش فيها ما يفسر جانبا من غياب هذه الأغراض عن ديوانه. مدحه جاء تقليديا، لكنه كان قادرا على استلهام الشعراء العظام السابقين عليه، فقد كان ناظرا إلى أبي تمام في قدرته على استنباط المعاني، وكان ناظرا إلى المتنبي في كثرة معانيه، لكنه كان دونه كثيرا في أحكام الشعر وبعد الواقع، ونظر إلى البحتري وأفاد منه دقة في التصوير وبعدا في الإيحاء، لكنه لم يصل أيضا مثل ما وصل إليه البحتري من الانسجام. له في الفخر قصائد أشهرها وأحسنها اثنتان، أولاهما همزية مطلعها ورائي أمام، والأمام وراء إذا أنا لم تكبرني الكبراء، وثانيتهما اللامية التي مطلعها ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. له في الرثاء شعر غير قليل، أشهره قصيدته الدالية في رثاء أبي حمزة، ومطلعها غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وهي من أهم قصائد المعري، وهي من أشهرها أيضا. فيها يقول: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياده. ديوانه الثاني والأهم هو اللزوميات، أو لزوم ما لا يلزم، وهو ديوان شعر كبير مرتب على حروف المعجم. كان المعري يذكر كل حرف بوجوهه الأربعة من ضم وفتح وكسر وسكون، ويحتوي هذا الديوان على 11,000 بيت، جميعه فلسفة واعتبار ونقد للحياة، وقد ألزم نفسه فيه بحرف أو أكثر قبل حرف الروي، محققا مع ذلك دقة الوزن، ولذا سماه اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم. اللزوميات ملتصقة بعقل أبي العلاء، فقد أبانت عنه ومثلت خلقه خير تمثيل، وفيها أي في هذه اللزوميات أعلى أبو العلاء من شأن العقل، فالعقل عنده إمام فرد ونبي راشد إلى الحقيقة. فيه يقول: كذب الظن لا إمام سوى العقل، مشيرا في صبحه والمساء. وللمعري في الموت فلسفة توضحها قصيدته الدالية التي قرأنا منها أبياتا منذ قليل. الناس في المعري فريقان، فريق يرفعه إلى أسمى مراتب التعظيم والتكريم، وسماه كذلك إشارة إلى أولية الإبداع وبكارة التجربة في ديوانه مدح وفخر ورثاء ووصف ونسيب، يخلو ديوانه تماما من الهجاء والمجون والعبث والصيد والخمر. وربما فيما قدمنا من عرض شخصيته والبيئة التي عاش فيها ما يفسر جانبا من غياب هذه الأغراض عن ديوانه. مدحه جاء تقليديا، لكنه
كان قادرا على استلهام الشعراء العظام السابقين عليه، فقد كان ناظرا إلى أبي تمام في قدرته على استنباط المعاني، وكان ناظرا إلى المتنبي في كثرة معانيه، لكنه كان دونه كثيرا في أحكام الشعر وبعد الواقع، ونظر إلى البحتري وأفاد منه دقة في التصوير وبعدا في الإيحاء، لكنه لم يصل أيضا مثل ما وصل إليه البحتري من الانسجام. له في الفخر قصائد أشهرها وأحسنها اثنتان، أولاهما همزية مطلعها ورائي أمام، والأمام وراء إذا أنا لم تكبرني الكبراء، وثانيتهما اللامية التي مطلعها ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل، عفاف وإقدام وحزم ونائل. له في الرثاء شعر غير قليل، أشهره قصيدته الدالية في رثاء أبي حمزة، ومطلعها غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وهي من أهم قصائد المعري، وهي من أشهرها أيضا. فيها يقول: صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. ديوانه الثاني والأهم هو اللزوميات، أو لزوم ما لا يلزم، وهو ديوان شعر كبير مرتب على حروف المعجم. كان المعري يذكر كل حرف بوجوهه الأربعة من ضم وفتح وكسر وسكون، ويحتوي هذا الديوان على 11,000 بيت جميعه فلسفة واعتبار ونقد للحياة، وقد ألزم نفسه فيه بحرف أو أكثر قبل حرف الروي، محققا مع ذلك دقة الوزن، ولذا سماه اللزوميات أو لزوم ما لا يلزم. اللزوميات ملتصقة بعقل أبي العلاء، فقد أبانت عنه ومثلت خلقه خير تمثيل، وفيها أي في هذه اللزوميات أعلى أبو العلاء من شأن العقل، فالعقل عنده إمام فرد ونبي راشد إلى الحقيقة. فيه يقول: كذب الظن لا إمام سوى العقل، مشيرا في صبحه والمساء. وللمعري في الموت فلسفة توضحها قصيدته الدالية التي قرأنا منها أبياتا منذ قليل، الناس في المعري فريقان، فريق يرفعه إلى أسمى مراتب التعظيم والتكريم ويكبر ما يقول، وفريق آخر يعتقد أن آثار الرجل مزيج من حق وباطل وشك ويقين، وأن كثيرا من كلامه يدعو إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. عزيزي الدارس، إن فيما عرضنا له من أعلام للشعر العربي إنما هو مجرد نماذج، وكل واحد من هؤلاء الذين عرضنا لهم إنما يمثل مرحلة من مراحل الشعر العربي. ولعلكم تذكرون أننا عرضنا في البداية لعلم من أعلام الشعر، كان هذا العلم بشار ابن برد، وبشار واحد من الذين كانوا حاضرين في كثير من مراحل دراستنا للأدب العباسي منذ أوله وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها إليكم الآن. بشار في إطار قضية تقسيم العصر تقسيما داخليا كان حاضرا في كل التقسيمات تقريبا، فالذين أرخوا للعصر سياسيا، وكان أبرزهم
الدكتور شوقي ضيف والدكتور محمد أبو الأنوار رأوا في هذا الرجل صورة لما كانت عليه أحوال الموالي في العصرين الأموي والعباسي، ولذلك عد الرجل معبرا عن الفترتين عندما كان الموالي في لحظة هم المقدمين أيام الخلافة الأموية، ثم أصبحوا بعد ذلك مؤخرين وقدم عندما كان الموالي في لحظة الخلافة الأموية مؤخرين، ثم أصبحوا بعد ذلك مقدمين في زمن الخلافة العباسية. كان بشار في الفترة الأولى معبرا عن سلوك الموالي عندما كان خامدا بهجائه، لا يستطيع أن يرفع لسانه بكلمة تسيء إلى العرب أو إلى الثقافة العربية، فضلا عن أن يكون ذا قدرة على النيل من الخلفاء العباسيين. لكننا بعد ذلك وجدنا بشار عالي الصوت رافعا عقيرته ولسانه بكل ما أوتي من قوة، متحدثا عن الثقافة العربية بسخرية شديدة ونائلا منها ما استطاع أن ينال، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا أن ظروف العصر قد مكنته من ذلك. فإذا ما وصلنا إلى تقسيم العصر من الناحية الأدبية، وجدنا بشار كان حاضرا أيضا عندما قلنا إنه في إطار هذا التقسيم الأدبي معبر عن حالة الحداثة الشعرية التي وجدها الناس للمرة الأولى في إطار ما أبدعه هذا الرجل من شعر. ومن ثم كان بشار معبرا عن تيار التجديد الذي كان طاغيا بقوة في أوائل القرن الثاني الهجري ومنتصف هذا القرن، وشاركه في كل ذلك شعراء آخرون منسوبون إلى الموالي. ثم في إطار حديثنا عن المؤثرات العامة في الأدب العباسي، وجدنا بشار حاضرا أيضا في كل مؤثر من هذه المؤثرات، والمؤثرات نعرض لها بسرعة عندما نذكرها على النحو الآتي: المؤثر الأول كان هو الموالي، المؤثر الثاني كان هو المجون، المؤثر الثالث كان الزهد. بشار حاضر في المؤثرين الأول والثاني بقوة، لأنه كان لسان الموالي المتحدث عنهم، أو بالأحرى كان واحدا من الألسنة التي عبرت عن هؤلاء الموالي وعن ثقافتهم وعن طريقتهم في النيل من العرب في إطار ما يسمى بصراع الشعوبية. ثم وجدناه حاضرا أيضا في المؤثر الثاني المجون، لأن عرض الثقافة التي ينتمي إليها بشار اقتضى منه أن يعرض كل ما يرتبط بهذه الثقافة من تقاليد سابقة على الإسلام. وقد رأينا كيف أن هؤلاء الموالي في إطار عرض ثقافتهم استطاعوا أن يستحضروا من تاريخهم كل التقاليد التي كانت تقترن بممارسات تتعلق بالمجون واللهو والعبث وما إلى ذلك. لكن بشارا لم يكن حاضرا في إطار تجربة الزهد، والزهد كان المؤثر الثالث من المؤثرات العامة فيما نعلم في الأدب العباسي. كانت الشخصية شخصية متميزة على مستوى الإبداع الشعري، لكنها على المستوى الأخلاقي كانت منفرة، وهناك أسباب دعت إلى كون بشار منفرا من هذه الناحية الأخيرة التي نتحدث عنها. فقد كان هجاؤه هجاء مقذعا شديد القسوة، يتسم بالنيل من الأعراض وإيذاء كل مهجو تحدث عنه بشار هاجيا، وربما كانت هذه القسوة سببا في إيداعه السجن، بل إنها كانت سببا في الطريقة التي توفي بها بشار، وقد كانت قتلا
وغيلة لأنه أساء بشعره إلى بعض الأعراض. بشار بن برد بعيدا عن الهجاء كان مبدعا رائعا في قصائد مدحه، أبان عن قدرة هائلة على استئناف أو استدعاء التراث، فقدم نماذج شعرية مدحية تثبت تعلقا بهذا التراث، بل إنه أثبت مقدرة استطاع بها أن يبز كل المستعصمين بهذا التراث من رواد الشعر السابقين عليه في العصر الأموي وقبل العصر الأموي. ثم بعد ذلك رأيناه يقدم قصائد في المديح فيها حكمة بالغة وفيها جلال معروض لهذا الممدوح الذي تحدث عنه بشار، وقد استطاع بشار أن يجعل من ممدوحيه مثلا عليا على طريقة الشعراء العرب في الفخر. الحكمة عند بشار لم تكن خالصة، لم تكن قصائد مؤسسة من بدايتها إلى نهايتها، ولكنها كانت حاضرة خطوطا عقلية عميقة في كثير من مدحياته، وهو في ذلك يشبه الشاعر الذي تحدثنا عنه منذ أبو الطيب المتنبي. في وصف بشار قدرة على الإدراك وبراعة في التصوير، فإذا ما وصلنا ونحن نتحدث عن بشار إلى رثائياته لم يكن بارعا فيها ولم يتحدث فيها تقريبا إلا لماما. إذا ما وصلنا إلى الشخصية الشعرية الثانية التي عرضنا لها وهي شخصية أبي نواس، كان علينا أيضا أن نستحضر الشخصية في أكثر من منطقة من مناطق دراستنا للأدب العباسي في إطار التقسيم السياسي. يعد أبو نواس كما تحدثنا عن بشار منذ قليل واحدا من الذين أسهموا في صراع الشعوبية. في إطار حديثنا عن التقسيم يعد أبو نواس رائدا من رواد الحداثة والتجديد. في إطار حديثنا عن الشعوبية كان أبو نواس حاضرا بقوة عارضا للمعاني الشعرية التي تنال من ثقافة العربي وتقاليد هويتهم. في إطار هذا المعنى الشعوبي أيضا كان أبو نواس حاضرا في عرض المعاني التي تؤسس لثقافته الموروثة عن الفرس، لكن أبا نواس زاد على بشار أن جعل دعوته في إطار الشعوبية دعوة فنية، فرأى أن من أهم موروثات العرب في مجال التعليل الفني أو في مجال الإبداع الفني، رأى أن من أهم الموروثات مقدمة القصيدة العربية، فراح يهدمها بكل وسيلة ممكنة، ولم يكتفي بالهدم وإنما زاد على ذلك السخرية الشديدة. ثم إنه في إطار كل ذلك أيضا قدم البديل ورأى في مستحدثات العصر من المقدمات الخمرية ما يصلح دليلا، ما يصلح بديلا عن هذه المقدمة التقليدية. وصلنا بعد أبي نواس إلى البحتري، ومنه وصلنا إلى المتنبي وأبي العلاء المعري. وأنصحك عزيزي الدارس أن تكون مهتما بالمقارنة بين هؤلاء الأعلام الخمسة في عدة مجالات، أهمها مجال الأغراض الشعرية. هذا هو لقاؤنا، ولنا لقاء آخر قريب قادم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.